ومن قطاع الصحة نروح لقطاع التعليم. وزارة التربية والتعليم شغال على تطوير نظام الدراسة في مدارس التعليم الفني، نظام الخمس سنين، وده عشان يحصل توافق مع الجهود اللي بتتم لتطوير التعليم الفني، وعلى وجه الخصوص تنفيذ استراتيجية تطوير المناهج عشان تكون قايمة على منهجية طبعا المهنية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني. صباح الخير عليك يا فندم. يا اهلا بسيادتك. عايزين نفهم الاول يعني ايه التعليم الفني المتقدم وايه حقيقه الغاء هذا النظام؟ هو طبعا كلمه التعليم الفني المتقدم بتطلق على المدارس اللي الطلبه بيقعدوا فيها خمس سنوات مش ثلاث سنوات. وفي جميع النوعيات، الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي. وعدد هذه المدارس هو 80 مدرسه من 3000 مدرسه. فهو طبعا من ناحيه العدد فهو عدد قليل، لكن الطلبه اللي بيلتحقوا بهذا التعليم المتقدم منذ السبعينات والثمانينات انشئت هذه المدارس، طلبه متميزين جدا جدا. طبعا في اول ما انشئت كانت لها حاجه شديده، لان كانت وزاره التربيه والتعليم بتعينهم معلمين للعمل في المدارس. لكن طبعا الوضع اتغير جدا دلوقتي، وزي ما حضرتك اشرت احنا بنطور كل التعليم الفني وقطعنا شوط لا بأس به في انه المناهج تبقى بتخدم احتياجات سوق العمل مباشرة، عن طريق انه الطالب يبقى مدخل للسلوكيات وللمهارات وللمعارف اللازمة للمهن. طبعا ده تطور جديد وماشيين فيه كويس جدا. السنة دي بنخرج اول دفعة درست الثلاث سنين بمنهجية ما يسمى بمنهجية الجدارات، يعني الطالب ما بيتخرج رجال سوق العمل بيكونوا امتحنوه في الامتحان العملي وعملوا موافقة على ان هو ينجح، وفي نفس الوقت بيكون معاه ملف انجاز بيبين كل اللي عمله خلال الثلاث سنين. فبالنسبة لمدارس الخمس سنوات احنا ما الغناش حاجة، احنا مدارس الخمس سنوات يعني المناهج بتاعت سنة رابعة وسنة خمسة فيها مناهج غير متوافقة مع السنتين الأولانية، مناهج يعني جرى تحديث للسنوات الثلاث الأولى منذ 2006، لكن مناهج سنة رابعة وسنة خمسة ما جراش عليها أي تطوير سابق. فبالتالي أصبحت غير متوافقة مع اللي احنا بنعمله، مع حتى اللي الطالب بيدرسه نفس الطالب في سنة أولى وثانية وثالثة. فطبعا ده وضع كان لازم يتغير، زائد طبعا انه الدولة اتجهت منذ سنة 19 الى انها تتيح لطلاب التعليم الفني فرص اكبر في التعليم العالي. عارف حضرتك انه الجامعات الحكومية بيتاح فيها اماكن بين 10 و12% من الطلاب اللي بيخشوا الجامعات الحكومية بيكونوا من خريج التعليم الفني، والباقي بيكون من الحاصلين على الثانوية العامة، يعني 90%. انما الجديد هو انشاء ما يسمى بالجامعات التكنولوجية، واحنا عندنا منها ثلاث جامعات دلوقتي، والسنة اللي جاية دي هتشتغل كمان ست جامعات، وحتى بدأت تنشأ جامعات خاصة تكنولوجية، يعني واحدة أو اتنين إن شاء الله خلال السنتين اللي جايين. فإذا بقى فيه تعليم عالي تكنولوجي كأنه تعليم فني عالي متاح قدام الطلاب. المخطط إن هذه الجامعات التكنولوجية يلتحق بها الطلاب اللي يلتحق بها يبقى 80% منهم من خريج التعليم. فبالتالي الطلبه بيقول لنا سنه رابعه وسنه خمسه هو احنا عايزين نعدل ونطور المناهج اللي بياخدها في رابعه وخمسه، بحيث ان هو اولا لما يخش جامعه تكنولوجيه المقررات اللي اخذها في رابعه وخمسه تشيل عنه عيب، تشيل عنه عدد من الفصول الدراسيه في الجامعه، فبدل ما يقعد اربع سنين يقعد ثلاثه او يقعد اثنين او يقعد اثنين ونص. فده للصالح العام ولتطوير التعليم الفني ككل. طب ازاي يا فندم تقدر الجدارات المهنيه تحقق المعادله الصعبه دي، الارتباط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي، خلينا نقول كمان الدولي؟ حضرتك هو كلمه الجدارات دي، اولا كل الدول اللي تقدمت وقدمت تعليمها الفني، وطبعا لسبب عشان الدول تستطيع انها تعمل تنميه اقتصاديه. اهم ما في يعني زي ما تسمع حضرتك يقول لك الناس عايزه الشهاده ومش عايزه المهاره، لا المهاره مهمه جدا جدا في سوق العمل. او احنا بنعمل ايه لما بنيجي لحد الناس سابت المهاره وكله راح للشهاده، فبقت المهاره مطلوبه، بقت يعني ما حدش بقى بيعملها فبقت مطلوبه جدا دلوقتي. هو كده فعلا يا فندم، لما تشوفي حضرتك الصين مثلا الشركات الامريكيه الكبرى بتروح تصنع المنتجات بتاعتها في الصين، ليه؟ عشان المهاره مش عشان الايد العامله رخيصه.
يعني حضرتك الموبايلات اللي في ايدنا دي كلها يعني اغلى الموبايلات بتصنع في الصين. ليه؟ لانه الصينيين تمكنوا من تطوير تعليمهم الفني بحيث عندهم فنيين يقدروا يعملوا تشغيل وتصنيع لاي حاجه، يستخدموا مكن حديث، هم بيعملوا المكن. فبالتالي تنميه صناعيه وتنميه اقتصاديه ورفع الناتج الاجمالي المحلي محتاج ايد ماهره، ايد عامله ماهره. وطبعا كل ما التكنولوجيا بتتقدم كل ما الايد العامله بقت المتطلبات منها كتير. فاحنا اولا طبعا بنستفيد من تجارب الدول الاخرى في هذا المجال، وبنتشاور مع ممثلي الصناعات المختلفه ونتكلم معاهم لغايه لما نحدد لسته الجدارات اللي احنا محتاجينها في الخليج. على فكره من السنه دي والسنوات القادمه هيبقى الطالب بياخد شهادتين، شهاده اسمها شهاده الدبلوم ومعاها شهاده جدارات. شهادة الجدارات دي بياخدها معاه لما يجي يعمل انترفيو، لما يروح يشتغل. وطبعا رجال الصناعه اللي اشتركوا معانا في اجراء الامتحانات على هؤلاء الطلاب الحقيقه الانطباع بتاعهم جيد جدا، وبدا التعليم الفني يبقى الصوره الذهنيه بتاعته عند اولياء الامور وعند كافه المجتمع ده مهم جدا يا فندم، نسبيا احسن. ويخلينا نسال حضرتك على الاقبال مع افتتاح المدارس الجديده ومع عمليه التطوير اللي بتتم في المناهج، الاقبال عامل ازاي؟ يعني بحسب الارقام مثلا لو جينا بصينا لالمانيا هنلاقي ان في 70% من الشعب هناك او من الشباب في هذه المرحله بيدرسوا تعليم فني. ليه؟ لان هم خلال فتره دراستهم بيشتغلوا فبيكون ليهم دخل وفي نفس الوقت هم بيتعلموا. مظبوط كلام حضرتك، بس طبعا هو الفرق بيننا وبين المانيا، اولا نسبه الاقبال على التعليم الفني من الحاصلين على الشهاده الاعداديه يعني في تزايد مستمر. احنا عندنا في التعليم الفني دلوقتي 2.2 مليون طالب، الكلام ده السنه اللي فاتت وان شاء الله السنه الجايه يمكن يزيد شويه صغيره. وقال انه الثانويه العامه عدد اجمالي عدد الطلاب اللي في التعليم الثانوي العام تقريبا 1.8 مليون، فاذا التعليم الفني اكثر بحوالي 4 مليون نص مليون في الثلاث سنوات. عظيم. طبعا يعني كميه الاسئله اللي بترد الينا السنه دي بالذات يعني فوق الحد الحقيقه. وطبعا بتختلف من مكان لمكان، يعني عندك مثلا محافظات الصعيد النسبه فيها اعلى من 60%، يعني الطلبه اللي بيخشوا خلصوا الاعداديه وبيختاروا التعليم الفني بارادتهم اعلى من 60%، في بعض المحافظات بتصل الى 70%. لكن لما بنيجي بقى في محافظات القاهره الكبرى والاسكندريه عشان الصناعه منتشره ومحتاجه برضه تعليم عالي النسبه بتقل شويه، انما بصوره عامه النسب في مصر 55% من الحاصلين على الاعداديه بيبقوا في التعليم الفني و45% في التعليم العام. عظيم. نشكرك دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربيه والتعليم لشؤون التعليم الفني.